إذن نبدأ بتذكير لما يجب من المفروض أن تكون قد درستموه السنة الماضية في السنة الأولى، هي واحد بالعدد الروماني، تعريف وتسمية بعض المركبات، بعض المركبات العضوية، تعريف وتسمية بعض المركبات العضوية. نبدأ بواحد واحد، الكحولات لزالكول، قلت هي مركبات عضوية، فأغلب أو كل المركبات العضوية التي يمكن دراستها في مقرراتنا هي تتميز بطبيعة الرابطة الكيميائية التي تتم بين الذرات المكونة لهذه المركبات، هي رابطة تساهمية في أغلب الأحيان. قلت بالنسبة لنا سندرس مركبات عضوية بسيطة، بحيث أن عموما هذه المركبات هذه هي مركبات يمكن أن نسميها مركبات أكسجينية، بمعنى أنها تضم إضافة إلى عنصر الكربون والهيدروجين هناك عنصر الأكسجين، وهذا عنصر الأكسجين مع هذه العناصر تعطينا ما يسمى بالكحولات، الأحماض الكربوكسيلية والإسترات. إذن هذه المركبات هذه اللي قلت هي مركبات تتميز بوجود مجموعة وظيفية. شنو هي مجموعة وظيفية؟ هي عبارة عن مجموعة تضمها هذه المركبات، وهذه المجموعة هي التي تعبر عن الخواص الكيميائية المشتركة لهذه المركبات. بمعنى إذا كنا نعرف تصرف واحد المركب كينتمي لهذه المجموعة هذه، فأكيد أن نفس التصرف تقريبا سيكون بالنسبة للمركبات الأخرى، مع بعض الاستثناءات كما سنرى بالنسبة للكحولات. مثلا بالنسبة للكحولات عموما تصرف ديالهم هو مشابه، لكن خلال التفاعل الكيميائي يكون هناك واحد الفرق بين كحول وآخر حسب كما سنرى الصنف ديالهم. إذن شنو هي هذه الكحولات؟ تضم مجموعة وظيفية تحتوي على هذا الجذر OH، هي المجموعة هيدروكسيل، وهذه المجموعة الهيدروكسيل كيف قلت هي التي تعبر عن الخواص الكيميائية المشتركة لهذه المركبات. إذن غادي نكتبو، تضم جزيئة الكحول، تضم جزيئة الكحول المجموعة الوظيفية، المجموعة الوظيفية هيدروكسيل، المجموعة الوظيفية هيدروكسيل، وديروا هذا الرمز ديالها هيدروكسيل، هيدروكسيل مرتبطة بمجموعة، مرتبطة بمجموعة الكيلية، ونكتب هي OH مع R، هي عبارة عن جذر الكيلي. مع R جذر الكيلي، بالفرنسية
بيل مع جذر الكيل. نسمي الكربون المرتبط بالجذر هيدروكسيل، نسمي الكربون المرتبط بجذر الهيدروكسيل بالكربون الوظيفي، بالكربون الوظيفي. ملحوظة من فضلكم، تسمى الجذور الألكيلية باسم الألكان الموافق لها، باسم الألكان الموافق لها، بمعنى الألكان اللي كيضم نفس عدد الكربونات. كنقولوا هذا يوافق هذا، إذا كان هذا عدد الكربونات فيه 6 وهذا فيه عدد 6، لا يهم عدد الهيدروجينات، بل الأهم هو عدد الكربونات. الألكانات الموافقة لها، وذلك بتعويض اللاحقة ألف ونون بياء ولام مع الكسر. ولنأخذ بعض الأمثلة، فCH4 اللي هو ميثان الجذر المشتق منه هو CH3 عارضة، يعني كنزول واحد الهيدروجين وغادي يكون سميت هذا المركب، هذا هو ميت، كنزولو آن كنديرو إيل ياء ولام. يعني هنا ميثان هنا سيكون مت تيل. ناخذ جوج CH3 اللي هو إيثان، الجذر ديالو هو CH3 CH2، كنزول واحد الهيدروجين وكندير واحد عارضة يعني قابل للارتباط مع سلسلة رئيسية، وغادي يكون هذا إيثيل. وهكذا فسأعطي الآن بعض المركبات اللي خصنا نكونوا عارفينها، الألكانات الأخرى. نحط جوج كاين ثلاثة سي ثلاثة الألكانات CH2 زائد جوج، ثلاثة في جوج هي ستة زائد جوج هي ثمانية، هذا بروبان CH4 10، هذا
هوت آن بوتان سي خمسة اش اثنى عشر أداء بانت بانتان سي ستة اش أربعة عشر هيكس هيكسان ونأخذ سي سبعة اش ستة عشر غادي يكون هيبت هيبتان ثمانية أوكتان سي ثمانية أش ثمانية عشر أوكتان بالفرنسية هنا بروبان هنا بوتان هنا فونتان هنا هيكسان هنا هيبتان اي اوكتان يا بريسي هنا Et après le nonan, c'est le décan ou achat. D'abord, on a des natimilia. Octan ou atimilia. أن نمر إلى تسمية الكحولات الصيغة أن التسمية لا نومنكلاتور نكتبوا القاعدة كيفاش غادي نسميو هذه المركبات هذه طبعا حل التساؤل علاش بدينا بهذا التذكير لان لكي نتكلم عن الأسطرة والحلماء ضروري ما غادي نتعاملوا مع الكحولات والاحماض الكربوكسيلية ومن ضمن ما يكره منا هو معرفة اسم النواتج ديال هاد التفاعلات هذه ولكي نعرف اسم ديال النواتج يجب ان ننطلق من اسماء ديال المركبات المتفاعله بالتالي فالاسترة هي التحول الكيميائي اللي غادي يعطينا تكون الاستر وباش يتكون الاستر خص يتفاعل الكحول مع الحمض الكربوكسيل هذا علاش بدينا بالكحول ثم سننتقل الى الأحماض الكربوكسيلية وبعدها سننهي هذا التذكير هذا بالأحماض الكربوكسيلية إذن ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول يشتق اسم الكحول من اسم الألكان الموافق له يعني أنني من يكون أمامي كحول أعتبره كأنه ألكان نأخذ الاسم دياله على أن أضيف اللاحقة واحد اللاحقة كنزيدو واو ولام اول هاد اول هي اللي كتعني الوظيفه كحول لان كل الكحولات تنتهي باول ميثانول بروبانول الى غير ذلك متفقين وبالتالي ملاحظه بسيطه هي ان هاد الوظيفه هذا الجذر الوظيفي قد يرتبط بكربون ما من تلك السلسله او من ذلك المركب وبالتالي سيوجد في مكان ما ويجب رصد المكان ديالو عن طريق رقمه في تحديد الكربون الوظيفي فمن غادي نقول لك مثلا البوتانول ككحول مني غادي نجي نكتب
اي نوع. صحيح ان هناك اربعه الكربونات، ولكن خصك تقول لي هذا البوتانول شنو هو بالضبط، فين كاين الجذر الوظيفي، ولذلك سنخصص رقما لذلك الكربون الوظيفي. اذا غادي تكتبوا يشتق اسم الكحول، يشتق اسم الكحول من اسم الألكان الموافق له، من اسم الألكان الموافق له. ماذا نعني بالموافق له؟ تفتح القوس، الذي يحتوي على نفس عدد الكربونات، الذي يحتوي على نفس عدد الكربونات. شدوا القوس، لا نهتم، ما تكتبوش لا نهتم بعدد الهيدروجينات، ماشي بالضروره خصو يتحقق عدد الكربونات عدد الهيدروجينات، ان لا يمكن، لان الكحول شنو هو، واخدين واحد الالكان وتم استبدال واحد الهيدروجين في ذلك المركب، زولناه ودرناه في بلاصتو هذا الجذر الوظيفي او اش، متفقين؟ اذا ونكتبوا مع اضافه اللاحقه، مع اضافه اللاحقه واو ولام اول، مع اضافه اللاحقه واو ولام بالفرنسيه اول، مسبوقه برقم، مسبوقه هذه اللاحقه مسبوقه برقم الكربون الوظيفي، هنا يكون رقم، نعم هنا يكون رقم بالأخص رقم عارف. مثلا غادي يكون عندنا جوج اول، وهنا غادي يكون عندنا النيميرو، احنا غادي نشوفوا الامثله. طيب غادي ناخذوا مثال لكحول بسيط، غادي ناخذوا هذه الكحول هذه ساعه 3 2 من او اش، الالكان الموافق له هو الالكان اللي عنده جوج ديال الكربونات في الجدول اللي خديناه قبل لحظات، الذي له جوج كربونات فهو ايثان، هنا عندنا اون وغادي نزيدو اون، لاحظوا انني ما درتش رقم، علاش؟ لان هاد او اش يمكن تكون مع هاد الكربون ويمكن تكون مع هاد الكربون، وبالتالي في الطرف في كلتا الحالتين غادي يكون عندنا رقم واحد، واحد من هنا او واحد من هنا. اذا غالبا عندما نستعمل هاد الكحول هذا نتكلم عن الايثانول. طيب ناخذ مثال اللي هو شويه فيه، اذا هنايا هنايا غادي ندير او اش، دائما كنبدا بسلسله من الكربونات، ملي كنجي يعطوني واحد الاسم ونبغي ناخذ الصيغه ديالو كنبدا كيقولوا لي كذا بوطا، كنجي السلسله الرئيسيه وكندير عدد الكربونات، من بعد كل كربون خصو يكون عنده اربعه ديال الروابط، واحسب الروابط اللي عندي واتمم بالهيدروجينات، هنا عندي رابطه واحد جوج ثلاثه، اذا خصني نضيف هيدروجين واحد، هنا عندي رابطتان خصني نضيف هيدروجينين، هنا رابطه واحده غادي نضيف ثلاثه هيدروجينات، رابطه واحده خصني نضيف ثلاثه هيدروجينات. اذا هنايا عندنا السلسله الرئيسيه فيها اربعه ديال الكربونات، وبالتالي أربعة هو بوتان، لكن هذا الكربون الوظيفي موجود في هذه الجهة هذه، إذا خصنا ناخذ واحد الرقم، قالوا لنا على أن يكون أصغر رقم ممكن، يعني أنا إذا طلبت منكم ترقموا كاين اللي غادي يقول لك أنا غادي نرقم من هنا، كاين اللي غادي يقول لك انا نرقم من الجهه الاخرى، عندي الحق، هنايا واحد جوج ثلاثه وهنا اربعه، ف
هناك الاتحاد الدولي لما يسمى بلونيو انترناسيونال دو شيمي بيغ ابليكي، فعلماء الكيمياء كانوا تلاقاو في واحد المؤتمر واتفقوا مع بعضياتهم انهم يوحدوا التسميه ديال المركبات. علاش؟ لاننا نتعامل مع نفس المركب لكن يمكن ان نعطيه اسمان مختلفان، وتعطي اسمان مختلفان يعني اننا امام مركبين. وبالتالي كيقول لنا باش ما يكونش عندنا هذا المشكل يجب ان يختار اصغر رقم ممكن. انا رقمت من هنا عندي جوج وانت رقمتي من هنا عندك ثلاثة، فالترقيم ديالك غير مقبول، وبالتالي فالترقيم الوحيد اللي عندنا هو الترقيم اللي بالابيض. اذا غادي نقولوا هذه الوظيفه هذه في الجايه في جوج اول، هذا بوتان جوج اول، هذا هو السميه اللي غادي يكون عندها بوتان جوج اول. تفقد ناخذ مركب اخر وتحاولوا تديروا التسميه ديالو. ناخذ هذا المركب ونكملوا له الروابط ديالو. هنا كيخص ثلاثه، هنا كيخص واحد، هنا كيخص واحد، هنا ثلاثه، هنا كيخص جوج، هنا كيخص كذلك جوج. تفقد. إذن هنا عندنا نرجعوا التسمية ديال نعم الغياط ديال نعم شنو اليوم؟ اليوم 26 دابا كيدور شنو كيدير؟ كيجمع الفطرة كيدبروا عليه. واخا سيدي هذا اللي كيف يقوم بالليل، هذا الغياط، كاين اللي عنده منفار، كاين اللي عنده صاحب الطبل. ايوا ندوزو مع هذه الحصه هذه. قلت كنختاروا التسميه هي باطول سلم. دابا الان كيفاش نسميو الالكانات؟ اذا قالوا لنا هذا كحول، علاش؟ لانه عنده هذه المجموعه الوظيفيه او اش ياك. هذه المجموعة الوظيفية كتقول لنا أننا نسميه الألكان على أن يكون هذا الكربون عنده أصغر رقم ممكن. شنو هي تسمية الألكانات كتقول لنا؟ كاين الألكانات اللي هي مستقيمية وكاين الألكانات اللي هي متفرعة. هادو اللي شفنا هنايا هاد المثال هادو هذا وهذا هي ألكانات مستقيمية، يعني ما عندهاش واحد الجذور، ما عليهاش الجذور الا هذا الجذر اللي وظيفي، ما عليهاش واحد الجذر الكيمي. كتقولنا القاعده اللي كنسميو الالكانات المتفرعه كتقولنا اولا يجب اختيار اطول سلسله ممكنه ديال مكونه من الكربونات، اكبر عدد ولو ان عرجت، ماشي دائما ناخذها، وغادي نختار خصو يكون عليها اكبر عدد من الجذور. إذن إلا اختاريت واحد جوج ثلاثة أربعة وعندي جذرين، وهنا دائما من القواعد اللي كتقول الكربون اللي فيه الوظيفة ده ضروري يدخل مع السلسلة الرئيسية. إذن غادي نختار هذه المجموعة هذه هي السلسلة الرئيسية اللي فيها الجذر الوظيفي. شنو كتقولنا القاعدة ديال تسمية الألكان؟ يسمى هذا الألكان المتفرع. علاش متفرع؟ عندها فرع واحد وجذر آخر. عندما توجد جذور على السلسلة الرئيسية كنقول هذه السلسلة عندها فروع. في هذه الحالة هذه عندي جوج بحال بحال، مشتق من الميتان وهذا مشتق من الميتين. إلا رجعت لذاك الصيغة ديالو فهو هذا ميتين ميتين، إذا عندي ثنائي ميتين. شنو كتقول لي القاعدة؟ يسمى الألكان المتفرع باسم الجذور المرتبطة بالسلسلة الرئيسية مرتبة حسب الحروف اللاتينية. مثلا في هذه الحالة عندي غير ميتيل، ما عنديش جوج، إذا كان عندي ميتيل وإيتيل خصني أو
راه الايثيل هو الاول وميثيل كيجي من بعد منه في الترتيب، مسبوقة برقم ارتباطها بالسلسلة الرئيسية. دابا حتى هاد الحالة عندي، إذا الترقيم خصني يبدا من هنا، علاش غادي يبدا من هنا؟ لأن الكربون الوظيفي عنده الأولوية. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة. إذا القاعدة كتقول أبدأ باسم الجذور المرتبة، هنا بحال بحال، ملي كتكون بحال بحال، إذا كانوا جوج بحال بحال كنقول ثنائي، كانوا ثلاثة بحال بحال كندير ثلاثي. مسبوقة، هذا الاسم هذا مسبوق بالرقم ديال كل واحد، واحد جاي في جوج وواحد جاي في ثلاثة. إذا غادي ندير ماذا؟ جوج ثلاثة ثنائي ميتين على من؟ على واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فتان. ها هو هذا هو الألكان الموافق. وبما أنها كحول غادي نضيف فنجان واحد أول، هذه هي التسمية ديال هذا المول، دو تخوا ديميتيل، دو تخوا ديميتيل، ديميتيل، بنت، بنتان، أن أول، بنتان، أن أول. يلا خذوا الاسم ديال هذا المركب. إذا من بعد التسمية نمر إلى أصناف الكحول لكلاس دالكول، أصناف الكحول. بجملة، تصنف الكحولات، تصنف الكحولات، تصنف الكحولات إلى ثلاثة أصناف، تصنف الكحولات إلى ثلاثة أصناف، نقطتان، نقطتان. أولية، أولية فاصلة، ثانوية وثالثية. أولية ثانوية وثالثية. غادي ناخذ أمثلة لهذه الكحولات. ناخذ كحول أولي، فالمثال هو CH2OH، وهنايا يمكننا ناخذ CH3. كتلاحظوا أن هذا هو الكربون الوظيفي، وهذا الكربون الوظيفي مرتبط مع كربون واحد، أي أن هناك جذر واحد، هذا هو الجذر. تفقين إذن هو CH2 OH، هذا كربون كحول أولي. ناخذ كحول ثانوي،
فالكربون الوظيفي هنا R واحد مثلا هنايا CH3 هنا CH2 CH3 وهنايا H هذا نغيرو بكربون وظيفي كتلاحظوا هنايا عندي جذر يا ار واحد ار جوج وهنايا سي اش و اش هنا جذران ار واحد و سي اش ثلاثة ار جوج و سي اش ثلاثة سي اش جوج نحاولوا نعطيه الاسم ديال هذا فاسم الكحول قلنا هو اسم الكان الموافق له مع إضافة أول هنايا راه يلا شفناه هو إيتان واحد أول بما أن ما كاينش إيتان جوج أول ولا إيتان ثلاثة أول كنقولوا إيتانول هذا الوحيد اللي الكحول ما كيحملش الجذر الوظيفي أو الوظيفة لا تحمل رقم شنو الاسم اللي غادي يكون عند هذا المركب هذا كالكان أطول سلسلة هي كنلاحظوا أن هذه السلسلة ما عندها حتى شي فرع ما عندهاش شي تفرع وبالتالي فهي واحد جوج ثلاثة أربعة بوتان فين كاين الوظيفة واحد جوج واحد جوج ثلاثة إذا كاين جوج إذا بوتان جوج أول هذا البوتان جوج او متفقين واخيرا نديروا الكحول الثالثي كحول ثالثي عندنا الكربون الوظيفي هو هذا لاحظوا أن جميع الجذور هنا هي مرتبطة مع كربونات ليس هناك أي هيدروجين مع الكربون الوظيفي وبالتالي فهذا كحول ثالث خلنا نعطيه الاسم ديالو لاحظوا أن أطول سلسلة هي هذه فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وكيف كنلاحظوا أن هنايا فالكربون الوظيفي سيحمل رقم واحد جوج ثلاثة من هذه الجهة واحد جوج ثلاثة وبالتالي كذلك الجذران معا وبالتالي كل الترقيمين صالحين عندنا جذر ميثيل هنايا فباسم الألكان الموافق له الميثيل جاي في رقم ثلاثة ثلاثة ميثيل على من على واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة بنتان فين عندي أول جوج واحد جوج ثلاثة ثلاثة أول متفقين إذا يمكنكم تاخذوا هاد الأمثلة وهذا التصنيف
بعد الكحولات سنمر إلى الأحماض الكربوكسيل. واحد جوج الأحماض الكربوكسيل لزاسيد كربوكسيليك. بعضها تم دراسته في الأحماض والقواعد، فعندما كنا نستعمل حمض إيثانويك فإننا كنا نستعمل حمض كربوكسيلي خلال المعايرة وخلال الدراسات السابقة للأحماض والقواعد. إذا شو هي الأحماض الكربوكسيلية؟ هي عبارة عن مركبات عضوية تتميز بوجود جذر أو مجموعة وظيفية اللي هي كربوكسيل. إذا ما غادي تكتبوا، تضم جزيئة الحمض الكربوكسيلي، تضم جزيئة الحمض الكربوكسيلي المجموعة الوظيفية، المجموعة الوظيفية COOH أو C رابطة ثنائية مع O رابطة بسيطة مع OH. ومن ثم في الأحماض الكربوكسيلية الصيغة ديالها هي COOH. وهنا جذر ألكيل. أبسط حمض كربوكسيلي هو HCOOH، حمض الميثانويك، حمض الميثانويك. والحمض الذي يأتي بعده هو CH3COOH، حمض الإيثانويك. حمض البروبانويك وهكذا. غادي نشوفوا التسميه ديالهم بعد لحظات. اذا دائما في المقرر ديالنا فنعتبر ان R هي هو جذر الكيلي، كما يمكن ان يكون هذا F في الحقيقه جذر غير الكيلي. نتكلم عن حمض البنزويك ويكون هنا جذر غير الكيلي. السطر نعطيه التسمية. يشتق اسم الحمض الكربوكسيلي من اسم الألكان الموافق له على أن نبدأ الاسم بكلمة حمض، ونضيف اللاحقة ويك الفرنسية ويك عند نهاية اسم الألكان، ما قلناه بالنسبة للكحول نقوله بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية، بحيث أن هذا الكربون هذا هو الكربون الوظيفي، وبالتالي يجب أن يحمل أصغر رقم ممكن اللي غادي يكون هو واحد، وما غادي نشيروش ليه في التسمية. إذا ناخذ أمثلة كيفاش نسميو.
بعض المركبات حمض كربوكسيلي اللي هو مثلا هذه الصيغه هذه صيغه 3 CH 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 3 CH 2 CH 3 ناخذ هذا المركب هذا اذا نبحث عن الكربون الوظيفي هو هذا هذه هي الوظيفه وظيفتنا هو رقم واحد وكيف كتلاحظوا اطول سلسله هي قلنا هذه كنا رقم جوج رقم ثلاثه قلنا اربعه قالوا لنا نبدا بكلمه حمض ونشوفوا اسم الالكان لاحظوا ان هذا الالكان هذا الكربون هذا فهو وظيفه وكذلك ينتمي الى السلسله لا يعزل عن السلسله اذا السلسله فيها اربعه وعندي جدران نيتين بحال بحال فين كاين بجوج بهم في الرقم جوج اذا حمض اسم الالكان غادي يكون جوج ثنائي ميثيل ثنائي ميثيل على من على واحد جوج ثلاثة أربعة بوتان ولكن قالوا لنا كنضيفو ويك إذا حمض جوج ثنائي ميثيل بوتان ويك حمض جوج ثنائي ميثيل حمض جوج ثنائي ميثيل بوتان ويك ناخذ مثال اخر هنايا ناخذ هذه المركبات إذا الوظيفة والكربون الوظيفي هو هذا غادي يختاروا أطول سلسلة انطلاقا من هذا الكربون هذا إما واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة إذا بحال بحال غادي يمشيو واحد جوج ثلاثة أربعة وبالتالي هذا غادي يكون عبارة عن جذر اللي هو كيتكون كربونين ايثيل فين موجود في جوج اذا الوظيفه هنايا عندي حمض اسم الالكان هو عندي ماذا هنايا جوج ايثيل جوج ايثيل واحد جوج ثلاثة أربعة بوتان وغادي نضيف ويك نبدأ بكلمة حمض وننهيه بويك الفرنسية أسيد دو إيتيل إيثيل بوتانويك أسيد دو إيثيل بوتانويك
إذا ضمن الأحماض الكربوكسيلية فيمكن أن نتكلم عن ما يسمى بأنيدريد الحمض. شنو أنيدريد الحمض؟ وأننا يمكن أن نقوم بإزالة الماء للحمض فانطلاقا من هذه الجزيئة هذه فضمن هذا المركب هذا نعمل على إزالة الماء بين قوسين نقول التجفيف ديالو أو نقلو من مضمون الماء فيه وبالتالي سنزيل جزيئات ديال الماء انطلاقا من هذا الحمض هذا. إذا غادي نكتبو يمكن الحصول على أنيدريد الحمض الكربوكسيلي يمكن الحصول على أنيدريد الحمض الكربوكسيلي انطلاقا من الحمض نفسه بحضور مزيل قوي للماء. المثال هو P4O10 عند درجة حرارة 700 درجة مئوية كيف ذلك المعادلة ديال التفاعلية هذه نديرو الساعة ذاتها مثلا أو ناخذ غير A الصيغة العامة A سيكو و H زائد H و سيكو A بحضور P4O10 مع 700 درجة مئوية غادي يعطينا الماء غادي يعطينا هاد المركب هذا A زائد H2O بكتابة أخرى يعني هذا هو A C O A ناخذ مثال كيفاش يسمى مثلا CH3 هذا حمض اما نسميوه انيدريد حمض الايثانويك ناخذ من هنايا جوج الكربونات ايثان حمض انيدريد حمض الايثانويك او انيدريد الايثانويك انيدريد حمض ايثانويك او انيدريد الايثانويك او انيدريد الايثانويك نمر الآن للتذكير الثالث والأخير اللي هو 1-3 الاستيراد إذا فالإستيرات هي مركبات عضوية تتميز برائحة عطرية مميزة
نجدها في عدة مواد غذائية وفي العطور كذلك. فعندما نأخذ ياورت بنكهة ما، فتلك النكهة التي توجد في الياورت بإما الفراز أو البنان أو كذا، ففي الحقيقة هناك مركب عضوي تم تحضيره في المختبرات ويعطي تلك ذلك المذاق أو تلك النكهة لذلك المركب. فهذا المركب عبارة عن إسترات. إذن غادي تكتبوا الإسترات مركبات عضوية. الإسترات مركبات عضوية تتميز برائحة عطرية أو معطرة قابلة للتطاير، بمعنى إلا خليتي الإناء اللي موجود في هذه المادة هذه مفتوح، فمع المدة سوف ينتقل من الطور السائلي إلى الطور الغازي، ويستعمل في العطور وفي الأغذية. هذا اللي تكلمت عليه بالنسبة لبعض الملسمات، مونادا مثلا داك العصير الاصطناعي كندير واحد الخليط فالاناناس او غيره، فهذه كامله هي مركبات عضويه ما تحضرها في المختبرات وتعطي كاينه اللي هي ملونه اللي كتعطيك داك اللون الاصفر ديال البرتقال، وليس هناك برتقال، وكاين هناك الماده اللي هي استر ذات المذاق ديال البرتقال او ديال الاناناس او غيره. متفقين؟ داك الشكيره اللي كنشريو بجوج دراهم ونص ولا بشحال كنخلطوها مع الماء، فهذه كلها مواد من هذا القبيل. اذا تستعمل في العطور وفي الاغذيه، يمكن استخراجها من المواد الطبيعيه. يمكن استخراجها من المواد الطبيعيه، بمعنى عندما نتكلم عن الفاني فالفاني الطبيعي فهو باهظ الثمن، بينما الفاني يمكن لي نشري قريعه ب 10 دراهم ويمكن لي نخدم بها نحضر بها عده حلويات، كنضيف ذاك هذاك المذاق قد يجيني كان هناك فاني او هناك الكوكو او غيره، وبالتالي فيجب ان نميز بين المواد الطبيعيه وبين المواد اللي هي مصطنعه. كيف؟ هو هذا الدرس ديالنا، اننا كيف يمكن ان نحضر بعض المركبات في المختبر انطلاقا من معرفة، مثلا عندما نتكلم عن نكهة الأناناس فتم الوصول إلى الجزيئة ديال اللي كانت مسؤولة عن تلك النكهة، وبالتالي يمكن أن نقوم بتحضيرها في المختبر كما يمكن أن نقوم بتحضيرها انطلاقا من الأناناس نفسه. فنكهة الأناناس طبيعي شيء والمحضرة في المختبر شيء آخر. اتفقي؟ ويمكن استخراجها من المواد الطبيعية. شنو هو الجذر الوظيفي ديال اللي عندنا هنا؟ هذا هو المجموعة الوظيفية استر. هنا او ار وين رابط. وبصفة عامة يمكن هنا ان يكون هيدروجين، كما ان R لا يمكن ان تكون هيدروجين. هنا لا يمكن ان تكون، بينما هنا لا يمكن يكون هيدروجين. يعني ابسط استر اللي يمكن يكون عندنا هو H هنايا و CH ثلاثة هنايا. متفقين؟ اذا بصفة عامة يمكننا نقول هناك واحد R فتحة، وهذا R فتحة يمكن ان يكون عبارة عن هيدروجين. اذا هذه الصيغة الإجمالية للصيغة الإجمالية العامة للإسترات. نأخذ الآن تسمية. علامة التسمية تسمى الإسترات. تسمى الإسترات من جزئين. تسمى الإسترات
من جزئين نقطتان والرجوع إلى السطر العريضة الأولى. الجزء الأول يشتق من اسم الحمض الكربوكسيلي الموافق مع تعويض اللاحقة ويك بواتس العارضة الثانية. الجزء الثاني يوافق اسم المجموعة الألكيلية الموافق المرتبطة بذرة الأكسجين غادي ناخذ واحد المثال. الساعة 3 هنايا سي او او الساعة 3 وهنا الساعة 2 هنايا الساعة 3 الساعة 2 و اش. لاحظوا اولا اول حاجه خصنا نبدا نقسم هذا الجزء ا ويكون بحال هنايا. هذا هو الجزء الاتي كل الاتي سنرى ذلك لاحقا. الاتي من الحمض وهذا جذر الالكيل. الى جينا لهذا شو سميتو حمض؟ قالوا لنا كنحذفوا كلمه حمض ونضيفوا ونبدلوا ويك بوات. واحد جوج ثلاثة إذن هذا حمض. ماذا حمض؟ البروبانويل. حمض بروبانويل وهذا الجذر شنو هو؟ ميتيل. شنو كتقول القاعدة؟ الجزء الآتي من الحمض كنزولو حمض هنايا وكنستبدلو ويك بي وات. اذا غادي يكون عندنا بروبان وات الميتين. هذا هو اسم ديال هاد الاستر. ننهي بالصيغة الأخيرة. غادي نعطيكم مثال ونحاولوا. الساعة 3 سي اش 2 سي او هنايا او سي اش الساعة 3 وهنايا الساعة 3 نعاود الاسم ديال هذا. غادي نعاودو هنايا بعدا. اذا غادي يكون الاسم ديالو هو بروبانوات الميتين. تبقي هذا غادي يكون الاسم ديالو هو بروبانوات. كاين جوج ديال او اذا وات الميتين. نجيو لهذا. اولا مني غادي يكون عندي هذا الاسم هذا فالتنقيم من هنا غادي ناخذ صفر وهنا واحد وهنا جوج وهنا ثلاثة ومن هذا البو غادي نرقم واحد جوج اذا وهذا جذر. في الجزء الاتي من الحمض واللي فيه جوج او واحد جوج ثلاثة اذا بروبانوات غادي يكون بروبانوات. هذا الجذر هذا لاحظوا ان عندي جذر على جذر اذا غادي نسميه ميتين واحد ايتين. اذا غادي يكون بروبانوات ميتين واحد على الايتين ميتين
واحد ميتيل من واحد ميتيل إيتيل واحد ميتيل إيتيل. إذا خذوا هذا المثالين لن نتوقف عند هذا الحد ونواصل الحصة المعيشة.